السلام عليكم، اهلا وسهلا. كديرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير وعلى خير. واش مبروكه بالصحه والسلامه وكل ما تمنيتو في خاطركم ليكم لوليداتكم، والصحه هي اهم شيء في هذا الوقت. الصراحه غبرت عليكم بزاف وتوحشتكم بزاف بزاف الصراحه. توحشت الهضره معكم، توحشت نشارك معكم بزاف الحوايج ديال العمل ديالي، ولكن كتجي شي ظروف اللي كتخليك زعما صراحه يعني كما كنقولوا الغلبه كتجي من عند الله، والله يحد الباس. هادشي اللي نقدر نقولو في هاد العواشر هادي، من ضمن هاد الحوايج اللي خلاتني الصراحه تعطلت في هاد الاسبوع هذا اللي حنا فيه، هو واحد الفاجعه اللي كانت كبيره بالنسبه لينا وبالنسبه للاصدقاء ديالنا وبالنسبه للجميع تقابلت الناس المحمديه، وهي الوفاه ديال واحد السيده صاحبتنا واختنا وحبيبتنا، اللي الصراحه خلتنا واحد الثغره كبيره، خلتنا واحد الثغره كبيره في وسط منا، خلت واحد الثغره كبيره يعني لحد الان، والله القسم لحد الان باقي ما مصدقينش ان ديك السيده ماتت، وهي لطيفه الناجي. لطيفه الناجي كانت بالنسبه لنا اخت ماشي صديقه، ماشي هذا زعما كنا مقربين لها بزاف، ولو ان كنا بارفون كنشوف بعضياتنا، ولكن كان يعني المحبه في القلب كما كنقولوا. وهذا كانت من ضمن الحوايج كما قلت لكم اللي زعما خلاتني في هذه السيمانه ما عنديش الخطا زعما باش ندير حتى شي حاجه. ومن هذا المنبر كنقول لجميع المتتبعين ديالي والمتتبعات ديالي سواء داخل المغرب او خارج المغرب باش يترحموا على هاد السيده. كلهم طلب واحد اللي كنطلب منكم هو هذا، ترحموا على هاد السيده كاملين، الله يرحمها والله يوسع على داك القبور في هاد العواشر هادي، وما ماتت اصلا في هاد العواشر، راهي محبوبه عند الله سبحانه وتعالى، وكما كنقولوا لله ما اعطى ولله ما اخذ، الله يرحمها ويوسع على داك القبور. هاد لا فيديو هادي غنعرض عليكم واحد المجموعه ديال الجلالب، كوليكسيون ديال الجلالب اللي الصراحه وجدتها من شحال هادي، وكما قلت لكم ما لقيتش الظروف فاش غادي نمونطي لي فيديو نحطهم. غادي نعرض عليكم مجموعه من ديك المجموعه كما كنقولوا. عندي فيديو اخرين غادي نحطهم لكم، غنحاول صراحه نحط لكم جوج فيديوهات في السيمانه باش يلاه نكمل داكشي اللي عندي. وجدنا بزاف ديال الموديلات ديال الجلالب ديال قفاطن للناس، كاين اللي سيغ كوموند، كاين اللي اصلا ديروا للبيع. وهاد الموديلات اللي غنحط، اللي بغى شي حاجه مرحبا والف مرحبا، اللي بغى شي موديل عجبو شي موديل في اي لون في اي زواقه في اي رجمه يتصل بينا على الرقم تاع الواتساب اللي غنحطو على الشاشه. اللي بغى شي حاجه مرحبا والف مرحبا. وحاجه وحده اللي نقول لكم ان غنقدو نشدو لي كوموند ما يعني السيمانه الاولى تاع رمضان، يعني غنحبسوا باذن الله لبقينا في الحياه، يعني السيمانه الاولى نحبسوا يعني ما نقدوش نشدوا من بعد. اللي بغى شي حاجه من الاحسن في اتساع ويكوموندا في اتساع باش الخدمه كتكون هكا شويه رقيقيه وهذا، ونخلي لكم تشوفوا معنا لا كوليكسيون، وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوناش من التعليق ديالكم الزوينه صح اللي كتحفزنا، اللي كنشكر الناس بزاف اللي كيعطيونا تعليق زوينه، وما تنساوناش من لايك ومن الاشتراكات. الناس اللي مازال ما تشاركوش معنا يتشاركوا معنا، وكنقول لهم ان ما غيندموش على تشاركوا لحقاش غيشوفوا شي حوايج زوينين اللي غتعجبهم في القناه ديالنا، ونتمنى نكونوا في المستوى باذن الله. شكرا.
you.